طه محمد كسكس الصف السادس ألف مدرسة خديجة بنت خويلد. احتفلي بيوم على فيه العلم وتكسرت من الغلال، يوم سعدنا به بالحرية وتحقيق الآمال، يوم فخرنا وعزنا ونصرنا يوم الاستقلال، وكان الأردن الغالي فخرنا وما زال، واسمه عالي توقف له الهامات وتهتز له الجبال، واليوم احنا مجتمعين أطفال ونساء ورجال، نهني أنفسنا ونهنيكم فرحتنا بعيد الاستقلال. الأردن أردننا وأغلى من الروح ترابه.